اهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم دعوه للتعلم، وكلمه جديده من كلمات الله اللي بنتعلم منها الكثير والكثير. دايما عند الشده بنقول بقدر الامكان نحاول نتعلم الصبر، ومن خلال قصتنا النهارده وقصه سيدنا يونس هنتعلم منها الكثير والكثير، ويمكن هنركز على الجزئيه الخاصه بالصبر. اسمحونا نرحب بضيفنا النهارده في الاستوديو الدكتور ايمن ابو الخير، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعيه والانسانيه. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. دكتور أيمن، يعني كالعادة كده في حلقاتنا بنحاول بقدر الإمكان نتعلم من القصة، ولكن نسرد قصة سيدنا يونس عليه السلام في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية قصة سيدنا يونس من القصص العجيبة والتي تعتبر فريدة في قصص الأنبياء، لأن لها مسير مختلف شوية وفيها برضو من الأعاجيب وآيات الله الكثير الحقيقة. سيدنا يونس نبي من الأنبياء اللي ربنا أرسلهم إلى قوم من الأقوام، وكانوا في العراق في بلدة نينوي في العراق، في الموصل هي دلوقتي. والقوم دول كما هي العادة في كل الأقوام، حتى لما نيجي نتكلم عن السرد التاريخي للأنبياء والمرسلين هتلاقي طبعا نفس السمة اللي موجودة، أنهم كانوا قوم بيعبدوا الأصنام، قوم منحرفين عن الأخلاق، قوم ما بيراعوش ربنا في أعمالهم، ما فيش معاملات جيدة، في معصية لله دائمة، ما بيراقبوش ربنا في أعمالهم. يعني السمة الغالبة في كل قوم ربنا بيبعث إليهم نبي من الأنبياء. فربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم سيدنا يونس، وسيدنا يونس واحد منهم، يعني اتربى معاهم وعاش معاهم طفل وشاب لحد ما فجأة قال لهم أنا نبي وبدعوكم إلى عبادة الله وحده، وما تعبدوش الأصنام ديت، وتخلقوا بالأخلاق اللي ربنا ترضى ربنا سبحانه وتعالى. طبعا اعترضوا وما آمنش معاه إلا قلة نادرة جدا، يعني ممكن 2 3 من قوم. قعد يدعو الله تعالى فيهم حوالي 33 سنة وهو بدعيهم لعبادة الله، وإن هم يسيبوا عبادة الأصنام ويبقوا على أخلاق راقية. ما بيطلبش منهم حاجة يعني صعبة ولا حاجة يعني تطلعهم من الأخلاق ولا حاجة، مش حاجة مستحيلة يعني، إلا أن طبعا نظرية المصالح اللي بنقول عليها دايما في كل زمان، المصالح ده ماشي مع ده، وده من مصلحته انه يبقى ماشي على دينه، من مصلحته انه يبقى يمشي في مصالحه بالطريقه اللي هو عايزها عشان يحقق مصالحه، يعني قصه متشابكه كده يعني. فسيدنا يونس انذرهم في النهايه، بقى بياتي الانذار زي ما قلنا قبل ما بينزل العذاب بياتي الانذار. فانذرهم ان لو ما امنتوش بالله قدامكم 3 ايام هينزل العذاب، زي بالظبط نظرية سيدنا صالح لما أنذر قومه وقال لهم أنتوا لو عقرتوا الناقة استنوا بعدها 3 أيام، هم ال3 أيام برضو، هم ال3 أيام. سيدنا يونس قال لهم قدامكم 3 أيام لو ما آمنتوش بربنا هينزل عليكم العذاب، بعد ما خلاص زهق منهم وما فيش حد راضي يستجيب وخلاص. قبل ال3 أيام ما يخلصوا بقى، هنا 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 المفصل بقى أو المحور اللي في القصة كلها، إن قبل ال3 أيام ما يخلصوا سيدنا يونس كان ضجر منهم، يعني زهق بقى وخلاص ما فيش امل في الناس دي، ولا 3 ايام ولا 10 ايام. قال انا هسيبهم وامشي، واصلا كده كده العذاب هينزل عليهم ومش نافع فيهم ايمان ولا نافع فيهم دعوه، انا هسيبهم وامشي، وبعد 3 ايام ينزل عليهم العذاب ياخدهم وسلام عليكم على كده. وتركهم غضبانا، حتى ربنا سمى سيدنا يونس في القران قال وذا النون اذ ذهب مغاضبا. ذا النون ذا بمعنى صاحب، والنون اللي هو الحوت، فهو صاحب الحوت. وفي آية تانية وصاحب سمر القرآن برضو أنه صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فالاسمين واحد يعني ذا النون أو صاحب الحوت. سيدنا يونس ربنا سمعه في القرآن ذا النون لأن النون أو الحوت كان هو المحور في قصته، يمكن ذكر في القرآن مش عشان قوم سيدنا يونس أكتر من قصة الحوت، هي اللي هي اللي أبرزت قصة سيدنا يونس. فسيدنا يونس خرج مغاضبا زعلان وكاره القوم وكاره الناس دي ان ما امنوش وما استجابوش للدعوه، وفوض امره لله فيهم وعليه العوض ومنه العوض، بقى تعب سنين 33 سنه قاعد بيدعوهم لله، فطلع بقى غضبان ومشي. وهو ماشي طبعا هو مشي قبل الثلاث ايام ما يخلصوا، ما استناش لما الثلاث ايام ايه يخلصوا عشان ينزل عذابه وهو موجود يعني. فلما مشي مغاضبا، وحتى التعبير القرآني وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني خلاص بقى ما فيش حل، ما فيش، انتهت القصة على كده. لما مشي وصل إلى شاطئ بحر،
وخلاص قاعد غضبان بقى وزعلان، فلقى سفينة فقالوا له تركب معانا؟ اركب معكم. ركب معهم السفينة. في الوقت ده ما كانش التلات ايام خلصوا لسه، اللي هو الانذار اللي هو ميعاد الانذار. في الوقت ده حصل حاجة عجيبة قوي في قوم يونس لما هو مشي. تذكروا ربنا وقالوا ما ممكن فعلا العذاب ينزل، طب ولو نزل العذاب هنتبهدل، طب ما احنا نآمن بربنا قبل العذاب ما ينزل. فآمنوا بالله في التلات ايام دول اللي هو سابهم ومشي فيهم. وعشان يأمنوا العذاب فرقوا بين في الحيوانات بين الأم وولدها، جابوا الأم لوحدها وولدها لوحده عشان الحيوانات نفسها، الحيوانات نفسها ترجو الله ان يجمعها بينها وبين اولادها. شوف شوف، حتى كان في حديث لولا شيوخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم البلاء صب، يعني عشان خاطر الحيوانات ما بنزلش العذاب. حيوانات، فهم فرقوا ما بين الام وولدها عشان الحيوانات نفسها تدعي ربنا ان ما ينزلش العذاب عشان ما يفرقهمش بينهم وبين اولادهم. وطلعوا في الصحراء يجأرون الى الله ويدعوا ربنا ان يكشف عنهم العذاب وان هم خلاص بقى هيامنوا بالله ومش هيعملوا المعاصي دي تاني. فتاب الله عليهم واوقف عنهم العذاب. وسيدنا يونس فين؟ لسه بيركب السفينه بقى وطالع وخلاص وزهقان منهم وكده. حتى الايه في القران بيقول ربنا في القران ايه؟ فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هم الوحيدين اللي أمنوا في وقت الإنذار الثلاث أيام دول. يعني حتى قوم صالح لما قال لهم لو عقرتوا الناقة استنوا العذاب في ثلاث أيام، لو كانوا أمنوا في الثلاث أيام ما كانش نزل العذاب، لأن ربنا رحيم. لكن هم ما أمنوش، استمروا على عنادهم برضه. إلا قوم يونس أمنوا وجأروا إلى الله واستغفروا من ذنوبهم وطلبوا من ربنا ان يعفو عنهم، فعفى الله تعالى عنهم واوقف عنهم العذاب. يعني هنا يعني بقدر كبير جدا كان في انذار، ولكن هم خدوا بالهم من الانذار، وده مهم جدا. يعني حتى من خلال حلقاتنا بنحاول بقدر الامكان نقول ربنا بيدينا انذارات كتيره جدا لازم ناخد بالنا. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل قصه سيدنا يوسف، سيدنا يونس، بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وكنا توقفنا دكتور عند الجزئيه الخاصه بالانذار لقوم سيدنا يونس، وخدوا بالهم من الانذار كويس جدا. نعم. بعد كده حصل ايه؟ بعد كده طبعا ده كله حاصل في وقت سيدنا يونس زعلان جدا وركب السفينه وخلاص، يعني بالتعبير الدارج بتاعنا هج من البلد وسابها لهم، خلاص مفيش منهم امل. يعني كانت هي دي بقى المعصيه التي ارتكبها سيدنا يونس بقى، بس مش معصيه بقى من المعاصي اللي هي، عشان ما اقولش مثلا الانبياء بيذنبوا زينا كده، لا، حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني هو عصى ربنا في ايه؟ في ان هو استعجل العذاب وخلاص وزهق منهم وترك الدعوه ومشي، لم يصبر على الدعوه. هنا بقى المشكله انه ما صبرش لحد اخر يوم، كان ضروري يصبر لحد اخر يوم، لان في الوقت اللي هو غضب فيه ربنا كشف عنهم العذاب. هم تابوا وربنا كشف عنهم العذاب. ركب سيدنا يونس السفينه وهم في البحر، قامت رياح وعواصف وأمواج عاتية هتقلب السفينة وهيغرق كل اللي فيها. فكان عندهم عادة عجيبة قوي، لما بتقوم العواصف يقولوا بس فيه عبد آبق من ربه. آبق يعني هارب، يعني سايب ربنا بقى وسايب الدعوة. هم بيتكلموا عادي ان في على السفينة يا اخوانا حد آبق، عبد آبق من ربه. طب نعمل ايه؟ قالوا احنا ما فيش حل قدامنا غير ان احنا نعمل قرعة، واللي هتيجي عليه قرعه هنرميه في البحر عشان الباقي ينجو، ولازم كلنا نرضى بالقرار ده، لان لو ما رضيناش بيه كلنا هنموت. قالوا خلاص ماشي. فعملوا قرعه طلعت على سيدنا يونس، وهو كان معروف ان راجل طيب وراجل صالح يعني، وما فيش ما ما مش مشكوك فيه حاجه زي كده ابدا يعني. فقالوا لا نعمل قرعه تاني. فعملوا قرعه تاني طلعت على سيدنا يونس، عملوا قرعه تالت طلعت على سيدنا يونس. قالوا خلاص، هو قال لهم خلاص انا هنزل الميه خلاص انتهت وكده امر ربنا يعني. وامن بقضاء الله والقى بنفسه في اليم في البحر عشان السفينه تعدي والامر التاني. فلما القى بنفسه ربنا ارسل له
حوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، هو بيلوم نفسه بقى، ابتدي بقى عارف بقى اقر بذنبه واقر ان ده عقابله، فالتقمه الحوت. وشوف بقى الحوت لما التقمه، لانه بامر الهي، مفيش حاجه في الدنيا الا بامر الله، حتى الحيوانات، حتى كل شيء ماشي بامر الله. لما التقموا الحوت بلعه، ما جرحش لحمه ولا كسر له عظمه من عظمه، فنزل جوه بطن الحوت سليم زي ما هو، مفيش اي حاجه. وشوف بقى لما ينزل جوه بطن الحوت سليم، مفيش تنفس، مفيش اكسجين داخله، مفيش اي مقاوم من مقاومات الحياه، لكن ربنا كتب له الحياه. وهو في بطن الحوت ايقن ان مفيش حل غير ان هو يستغفر ربنا. فبدا ينادي ربنا وهو في الحوت بقى، قمه الصبر، قمه الالم اللي هو فيه، الدعاء بقى، ياتي الدعاء. فنادى في الظلمات، ظلمات البطن الحوت بقى، وهو في ظلمات جوه ظلمات، يعني في ظلمات البحر وجواها ظلمات بطن الحوت اللي هو فيه. فنادى في الظلمات، قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وقعد بقى ينادي على طول، يكرر الدعاء، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ظل في بطن الحوت 3 ايام. خلي بالك 3 ايام دول، ده انت بتتكلم في وقت طويل قوي. 3 ايام، 3 ايام، اليوم 24 ساعه، يعني حوالي 73 ساعه. في التنفس ايه، وعايش ازاي، وبياكل ازاي، وبتصرف ازاي، قمه العذاب في بطن الحوت يعني. فلما اذن الله بعد ما استغفر ربنا هذا الاستغفار، ربنا أذن بقى، فأمر الحوت أن يلقيه على البر. طلع الحوت بأمر الله وألقاه على البر. طلع من بطن الحوت عامل زي، حتى شبهها العلماء كده، زي الكتكوت لما يطلع كده وهو من غير ريش ومن غير أي حاجة، وبردان وتعبان، خلاص ملوش لا حول ولا قوة بقى، مش قادر. وحوالين جسمه بقى السائل اللي بيبقى جوه في المعده عند الحوت، يعني اي كائن، يعني السائل اللي هو مهضم اصلا يعني. ففي حاله زي دي لا حول له ولا قوه. فربنا قال ايه؟ فانبتنا عليه شجره من يقطين. اليقطين ده اللي هو القرع العسل الكبير ده. واليقطين ده من 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 مميزاته العجيبه، ان لو حطيته الدبان ما يتجمعش عليه. فهو كان بياكل منه ويدهن منه جسمه، والورق الشجر بتاعه ورق عريض، فكان يداري بيه سوقته وجسمه. فضل عليه برضه حوالي 2 أو 3 أيام، لحد ما الناس شافوه وخدوه ولبسوه وإلى آخره. وبعد كده بقى أيقن إن خلاص ده أمر ربنا، وإن هو عوقب إن هو ما صبرش على الدعوة. فربنا قال إيه؟ فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هم نفس قومه، خلي بحضرتك، يعني هم خلاص بقى بلغوا ان قومه اللي هو دجر عليهم، وقال وماشي على عندهم مغاضب، امنوا واترفع عنهم العذاب، وربنا امره انه يرجع لهم تاني. وكانوا حوالي 100,000 او اكتر زي ما القران قال يعني، وامنوا ربنا اكرمهم وربنا متعهم والى اخره. خدوا بالهم من الانذارات اللي اتبعتت، وخدوا بالهم من الايمان بالله. لكن احنا عاوزين نقف عند كلمه مهمه جدا، مغاضبا. هل مغاضبا هنا وبلغه القران الكريم كان ممكن نقول غضبانا؟ نعم. غاضبا، هل نعم. مغاضبا ليها معنى ومدلول في القرآن الكريم؟ المغاضب من المفاعلة، يعني في غضب متبادل، هم غضبانين منه وهو غضبان منهم. ومش كده وبس، ده مغاضب هنا بمعنى شدة الغضب. أما أقول مغاضب غير ما أقول غضبان، لا، ده هو في شدة الغضب منهم. ومغاضب هنا إن هو خلاص يعني عمله راح، تعبه 33 سنة راح على الأرض، ففي حالة غضب شديدة، وفي حالة استنكار للي حصل منهم، وغضب من اللي حصل منهم، وغضب من الأحوال اللي حصلت حواليه. خلاص هينزل عليهم عذاب كمان، يعني هم ما أمنوش، وكمان هينزل عليهم عذاب، وفيهم أهل وناس وناس هو بيحبهم، فكل دول هيروحهم. فده غضب على غضب على غضب على غضب، فسمي مغاضبا، يعني مغاضبا من شدة الغضب. ولكن هنا برضو وصل لمرحلة من اليأس وعدم الاحتمال للقوم. وطبعا يعني دائما عند الانبياء والرسل في حاله من الصبر. نعم. ودائما عندهم الصبر بشكل كبير جدا. لماذا نفذ صبر سيدنا يونس؟ شوف يا فندم، هو مبدئيا حديث سيدنا رسول الله، اشد الناس بلاء الانبياء، فالامثل فالامثل فالامثل. وكل واحد ربنا سبحانه وتعالى كلفه برساله في الدنيا،
في سبيل الله بالذات بيتعرض لاختبارات كثيرة جدا جدا جدا. شوف اللي حصل لسيدنا نوح، شوف اللي حصل لسيدنا يوسف، ألقي في الجب ودخل السجن واتبهدل. شوف سيدنا يحيى نشر بالمنشار، سيدنا زكريا نشر، سيدنا يحيى ذبح، يعني حاجات كثيرة جدا. يعني سيدنا يونس لم يصبر، يعني هو صبر، مش عشان بس صبر، ولكن احنا بس دايما جه بنتعلم، يعني هو برضه في حكمه في الايه اه وبلاغه ايه في بقى القران الكريم. الحكمه بقى؟ الحكمه ربما ابتلي الانسان بلاء وطال به الزمان فيه، فظن ان الله قد نسي وانه يفضل على البلاء ده خلاص ابد الابدين. لا، ده ممكن في اللحظه اللي انت في اللحظه اللي انت ينفذ فيها صبرك ياتي الفرج. فإياك أن ينفذ منك الصبر، لأن ربما بينك وبين الفرج دقايق وأنت ما تعرفش. فيجي بقى نفس صبرك في اللحظة دي ونقمتك على الحياة اللي أنت فيها، تقول خلاص مش هتتحل المشكلة دي، هو ربنا مش عايز يحلها أصلا، خلاص هي انتهت. مين قال لك؟ ربما الحل أنت على الباب. ممكن تكون في آخر لحظة. في آخر لحظة. دايما الصبر على البلاء حاجة لازم نتعلمها في الدنيا، وفي نفس الوقت يعني حكم كثيرة من هذه القصة ودروس مستفادة هنعرفها بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وفي دروس مستفادة من هذه القصة، ولكن المهم اللي احنا نعتبر بهذه الدروس يعني الحكمة الصبر والابتلاء وكيفية التحمل والتعامل مع البلاء. الدروس المستفادة الأخرى من قصة سيدنا يونس. الدروس المستفادة الأخرى أن الواحد وهو في البلاء ما يشغلش نفسه بالنقمة على البلاء، يشغل نفسه بالدعاء. يعني سيدنا يونس وهو في بطن الحوت ما عادش يقول انا ايه اللي جابني هنا؟ انا ايه المصيبه اللي انا فيها دي؟ انا اشمعنى انا يعني؟ فاهم؟ زي ما احنا بنعمل. لا، شغل نفسه بحاجه واحده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عشان كده ربنا قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك يعني زيه بقى زيه، وكذلك ننجي المؤمنين. لانه هو في بطن الحوت وفي قمه البلاء كان مؤمن بالله وكان مؤمن بقضاء الله، عشان كده كان بيدعي ربنا ما نقمش على البلاء اللي هو فيه، وتعلم من الدرس اللي هو خده. هو دعاء واستغفار كمان في نفس الوقت. قيمة الاستغفار نفسها يعني في حياة الرسل والأنبياء، ويمكن ده اللي احنا عاوزين نتعلمه أيضا. يعني هنا كان دعاء ولكن كان استغفار وإحساس بالخطأ. هو الاستغفار يعني أوله الاعتراف بالذنب. يعني هو الاستغفار إيه؟ أنا بطلب ربنا أن يغفر لي ذنبي، أنا معترف بيه. الندم توبة. الاعتراف بالذنب أول الوصول إلى درجات الاستغفار. فانا في هذا الموقف بستغفر ربنا، بطلب ربنا ان ربنا يسامحني وان ربنا يخرجني من البلاء اللي انا فيه، وربنا يسهل لي كل عسير. ربنا هيستغفر هيغفر وهيستجيب لدعاء طالما انت عندك ايمان بالله. خلي بالك في ايه في القران عن سيدنا يونس بتقول ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يا نهار ابيض، تخيل ربنا يقعده كده في الحوت، في بطن الحوت الى يوم يبعثون، ملوش اجل، مفيش موت، يفضل قاعد كده يستغفر ربنا، يفضل قاعد في وضع حد الى يوم يبعثوه، حد يوم القيامه، ده عذاب. ف ايه اللي نجاه من العذاب ده؟ فلولا انه كان من المسبحين، انه كان بيسبح ربنا وكان بيستغفر ربنا، عشان كده ربنا نجاه من العذاب. طيب خد دروس اخرى. قوم يونس اعتبروا وده ما حصلش مع قوم كتير قوي، اعتبروا بالانذار وخدوا بالهم منه، وعشان خدوا بالهم من الانذار ربنا رفع عنهم العذاب. انت في حياتك ممكن من خلال القصه يا دكتور كده، وحضرتك بتقول بعد ما سيدنا يونس عليه السلام سابهم ومشي مغاضبا، هل ده كان برضه سبب من ضمن اسباب احساسهم بالانذار؟ يعني حسوا ان سيدنا يونس فقد فيهم الامل ومشي وخلاص الانذار واجب، وثلاث نعم ايام والعذاب هينزل نعم عند ربنا نعم سبحانه وتعالى. نعم ليه لا؟ لان هو لما سابهم عمل فراغ في البلد. خلي بالك في نقطة، في ناس بتبقى ماشية في المعصية وهو عارف انه مذنب بينه وبين نفسه، يعني في ناس ما تعرفش يعني جاحد يبقى بيعمل الغلط ومقتنع انه هو صح وشايف انه هو كده مية مية، لكن في ناس بيعمل غلط ويقول لك يا اخي والله انا وحش. الناس دي لما مشي سيدنا يونس حسوا بفراغ، حسوا لا في حاجة حصلت، يعني على قد مفارقة سيدنا يونس ليهم الا انه كان برضو سبب في ايمانهم، فقالوا لا يبقى الراجل ده ممكن يكون كلامه صح. ما خلي بالك اجمل حاجه في الدنيا ان الانسان يكون كده بيقرا الاحداث، ما يبقاش عايش كده بياكل وبيشرب وينام وخلاص زي الحيوانات. لا يقرا، اه ده انذار، طب ممكن يحصل،
طب وانا ليه ما ارجعش لربنا؟ ليه ما استغفرش ربنا؟ في يوم ربنا يغفر له. لما قوم يونس امنوا وجاروا الى الله، مش امنوا كلام، خلي بال حضرتك، ده طلعوا في الصحراء يجأرون الى الله، يعني يدعون دعاء، دعاء مش دعاء اي حاجه، يعني دعاء بالقلب، دعاء مع البكاء، دعاء مع الندم. فقعدوا يدعوا ربنا، سامحنا يا رب واحنا هنبقى كويسين وهنقلع عن اللي احنا عملناه دوت، واتخذوا في ذلك اسبابا كثيره، يعني كان منها يعني ان هم فرقوا بين الام وولدها زي ما احنا قلنا، علشان يعني ده كله تقرب الى الله، ان ربنا ما ينزلش عشان خاطر البهائم دي، يا رب ما تنزلش عن العذاب. يعني شوف شوف التضرع لحد فين. فكشف الله عنهم البلاء، لان ربنا ما يعني ما خلقش الناس عشان يعذبهم، الناس هي اللي بتعذب نفسها. فانت لو في الواحد في حياته، في حياته الدنيا، يعني انت على ذنب من الذنوب ايا كان نوع هذا الذنب، قدامك فرص، مش فرصه، فرص، فرصه واثنين وثلاثه واربعه، بس اللي بياخد بالانذار، اللي بياخد وبيفهم في بيجيله انذار وفي انذار، رساله من ربنا سبحانه وتعالى، بيجيله انذار، اما يجيله انذار في ابنه، ممكن يجيله انذار في زوجته، ممكن يجيله انذار في شغله، في صحته، في ماله، اي انذار. لا هترجع؟ لا مش هرجع. ياخد انذار تاني اسوأ، اشد بقى، ما رجعش ما رجعش ما رجعش، ينزل العذاب. مالكش حجه عند ربنا، قل فلله الحجه البالغه. ما تجيش تقول ربنا ابتلاني بمصيبه من غير، لا حضرتك قلت لي انذار، في انذار. اول حلقه واحنا بنشرح وبنسرد القصه كده، قصه سيدنا يونس عليه السلام، قصه فريده يعني في القران الكريم، ايه سبب ان هي فريده من نوعها؟ قصة الحوت، الحوت لما يبقى حيوان في الماء، والقرآن يوريك ازاي ان هو بيأتمر بأمر الله، وازاي ان هو ما التقمه بأمر وألقاه بأمر وعاش في بطنه بأمر مع انقطاع أسباب الحياة داخل بطن الحوت. انت لما فيش أكل، ما فيش أكسجين، اللي الأكسجين ده هو عنصر الحياة الأول، ما فيش أكسجين يعني يساوي موت، ما ماتش. معنى ذلك ان الله اذا اراد ان يخضع الاسباب يخضع الاسباب. الاسباب دي عندنا احنا، احنا اللي نقول لازم يبقى في اكسجين عشان نعيش، لا ما فيش اكسجين وهيعيش عشان ربنا عايز كده. وده دليل، خلي بال حضرتك، ان ما تبصش للاسباب في حياتك الدنيا، انا ممكن ربنا ولكن يرزقك، علينا ان احنا ناخد بالاسباب يا دكتور، ناخد يعني بيها، ده احنا بنقول حتى ناخد بيها، توكل على الله ولا تتوكل وخد بالاسباب. لا دي نقطه ودي نقطه تانيه خالص. انا بتكلم على اساس لازم ناخد بالاسباب، انما ممكن ربنا يرزقك اذا كنت بقى على علاقه بالله طيبه بغير اسباب، يطلع لك رزق من تحت الارض، ما تعرفش هو طالع منين وجه ازاي، ويسبب لك اسباب كده ما هيش في حسبانك تماما. تلاقي واحد مالك في الشارع، بتيجي والله انا عندي مصلحه في المكان الفلاني، شغل كويس في الشركه الفلانيه، بتيجي تشتغل والموضوع بسيط، تقابل واحد في اتوبيس لا يعرفك ولا تعرفه، يقول لك بتيجي قعدتوا اتكلمتوا مع بعض، والله انا عندي شغلانه في المكان الفلاني براتب كويس، ما كانتش في حسبانك، ملهاش اسباب، فاهم؟ فما تبصش للاسباب، انت تعمل بالاسباب، لكن اياك ان تظن ان الاسباب هي اللي هتوصلك، لا، انت علاقتك بالله اللي هتوصلك. كله بامر الله. نورتنا دكتور النهارده، بشكرك على وجودك الله. معانا. شكرا. شكرا دكتور ايمن ابو الخير الباحث والمحاضر في العلوم الشرعيه والانسانيه، شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، واشوفكم دايما على خير وحلقه جديده نتعلم فيها الكثير والكثير من كلمات الله.